السلام عليكم. اشتريت قفص جديد، عملت فيه بعض التعديلات والإضافات الجميلة مثل العشب الصناعي على سقف القفص، مثل ما انتم شايفين هذه القطع معطية جمالية وأيضا حماية للقفص من الماء والأمطار، وأيضا أضفت عود جاف من الأشجار بحيث يكون له شكل جميل داخل القفص، وأيضا يساعد على الطيور الزينة أنها توقف وتتنقل بكل أريحية. الحين أنا جايب معي طيور الزيبرا وراح نحطهم في القفص، وطبعا الناس اللي تحب طيور الزينة وخاصة الزيبرا راح تستمتع في هذه الحلقة، بحيث نشوف الرياكشن لهم من أول يوم من نحط العصافير داخل القفص. وفي كل حلقة نحاول نضيف شيء جديد في حديقة المنزل بحيث أنه يكتمل معنا تصميم الحديقة بشكل متكامل. ادعمونا بالضغط على زر اللايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. متابعة ممتعة.